كيف سيؤثر مقتل بن لادن على تنظيم القاعدة بدون زعمه؟ معنا الدكتور غريغ أوستن، نائب رئيس معهد الشرق والغرب، متخصص في سلبيات الإرهاب. ماذا سيحدث لتنظيم القاعدة بدون بن لادن؟ What next for Al-Qaeda after bin Laden's death? أعتقد أن القاعدة سوف ترد على هذا الهجوم. أعتقد أنهم سوف يقومون باستهداف أولا سفارات الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية وباكستان. سوف يستغرق ذلك وقتا طويلا في نظري، إذ سيخططون لهجوم خطير وليس في المدى المتوسط بل على المدى البعيد، ربما خلال سنة سنتين أو ثلاث. هل تعتقد أن وفاة بن لادن قد تضعف تنظيم القاعدة؟ من المؤكد أنه تم إضعاف تنظيم القاعدة عن طريق قتل بن لادن، وضعف كذلك من قبل الضغوط التي وضعتها أمريكا وحلفائها على مدى السنوات العشر الماضية. نقطة الضعف دائما موجودة، ونحن نعلم أن تنظيم القاعدة لا يزال في اتصال مع عدد من الناس في جميع أنحاء العالم، ونعلم أن خليفة بن لادن لا يزال حيا في مكان ما. المشكلة الوحيدة هي أن تنظيم القاعدة سيمنع الاتصالات ومنع أنشطته. سوف يبتعدون عن الأضواء لتفادي المزيد من الهجمات ضدهم، وسيتوصل ذلك إلى سنة واحدة أو اثنتين بدلا من الآن. هل تعتقد أن موت بن لادن أكثر فائدة من أن يكون على قيد الحياة فيما يخص الجهاد؟ أعتقد أن ذلك سيزيد تجمع الناس حول بن لادن، لكن عموما سواء كان حيا أو ميتا لا يهم حقا. أعني أنه كما كان شخصية رئيسية وبطلا عند البعض، خسر مصداقيته في العالم الإسلامي خلال العقد الماضي. أعتقد أن الإرهاب لم يكن في حقيقة الأمر شرعيا بالنسبة لمعظم المسلمين. لقد تم تعقب بن لادن في براري باكستان. ما هو تأثير ذلك على العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان؟ أعتقد أن هذا مقلق للغاية، لأن بن لادن كان هناك وعاش هناك بالقرب من قاعدة عسكرية في الواقع. لم يغير ذلك طبيعة العلاقة بين باكستان والولايات المتحدة، ولكنه يدل على المعضلة التي تميز بها، وهناك تأييد كبير للعنف والتطرف داخل باكستان. الحكومة الباكستانية لديها خيارات قليلة للغاية. لقد بذلت قصارى جهدها لاحتواء الضغط، ولكن باكستان هي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية. مقتل بن لادن داخل البلاد لم يكن مفاجأة، ولم يكن سببا جوهريا لإعادة تقييم العلاقة. لقد فهم جميع الأشخاص المهمين في الإدارة الأمريكية مضمون الرأي العام في باكستان فيما يتعلق ببن لادن وفيما يتعلق بالولايات المتحدة. لا شيء يتغير حقا. الجديد هو أنه سيوفر المزيد من الفرص للأمريكيين لوضع المزيد من الضغوطات على باكستان لتعزيز الإجراءات التي تتخذها ضد المتطرفين داخل البلاد. غريغ أوستن، نائب رئيس معهد الشرق والغرب، متخصص في سلبيات الإرهاب، شكرا لك على هذه التوضيح. Thank you, James.